واليوم والليلة اسمان لطرف اليوم كله، نهاره وليله، اسمان لطرف اليوم كله نهاره وليله. فيقال اليوم مرادا به النهار، ويقال الليلة مرادا به مرادا بها الليل. وقد يطلق اسم اليوم مرادا به الليل والنهار، وقد يراد يطلق اسم اليوم مرادا به الليل والنهار، وهذا أصل وضعه في اللسان العربي. فالعرب إذا أطلقت اسم اليوم فإنها تريد الليل والنهار، وتارة يقع هذا في خطاب الشرع، وتارة يخص خطاب الشرع فيه اليوم بالنهار، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة الحديث. فيوم هنا يراد به نهار يوم عرفة. واسم العمل والليلة أوسع من اسم الصباح والمساء، واسم اليوم والليلة أوسع من اسم الصباح والمساء. فالصباح مقدمة اليوم، والمساء مقدمة الليلة. الصباح مقدمة اليوم، والمساء مقدمة الليلة. وما جاء في أذكار الصباح فهو من جملة ما يكون مطلوبا في أذكار اليوم، لكنه يكون مخصوصا بهذا الوقت. وما جاء من أذكار المساء يكون مطلوبا في الليلة، لكنه يكون مخصوصا بهذا المحل. وأما ما جاء في اليوم أو الليلة فهو أوسع من الصباح والمساء. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، أو هذا ورد الصباح المساء يرد عليه إشكال، لكن قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، هذه تعم اليوم كله فلا تختص بالصباح. لكن لو جاء بها في ذكر الصباح مريداً بها ذكر اليوم، وقعت في اليوم أم لم تقع؟ وقعت. لكن ما كان في أذكار الصباح، لو جاء به في بقية اليوم صار واقعاً في الصباح أم لم يقع؟ لم يقع. ولذلك اسم عمل اليوم والليلة أوسع من اسم أذكار الصباح والمساء. لكن من شاء أن يجمع الأذكار الواردة معلقة باليوم أو الليلة في الصباح أو في المساء صح منه ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري في البخاري: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فإن وقت قراءتها يكون متى؟ في الليلة، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهذا اسم الليلة. لكن من بادر بها فقد بادر بتحصين نفسه. فلو أنه جاء بها في أذكار المساء كان ذلك سائغاً، لكن لو أخرها عن أذكار المساء ثم جاء بها في وقت متأخر من الليل، يكون جاء بها في وقتها أم في غير وقتها؟ يكون جاء بها في وقتها، يكون جاء بها في وقتها. والمصنف رحمه الله ذكر من هذه الأحاديث ما يقال في الصباح والمساء، وربما ذكر شيئاً مما يقال في الليلة، فمنه ما عمّ ومنه ما خصّ.